كما كان متوقعا وقع المحظور، حرب شوارع مقنعة بعد دعوات لتحرك شعبي بعنوان احتجاجي. احتلت بيروت اليوم، فبدا المشهد وكأننا في حال حرب. قناصون، قذائف B7، تطويق أمني من الجيش اللبناني، والمواطنون مختبئون في منازلهم، والتلامذة مذعورون عالقون في المدارس، وأصوات رصاص وقنابل ومكبرات للصوت مؤيدة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. لا، إنه ليس عدواً من خارج الحدود، بل هو عدو داخلي. هو السلاح المتفلت في أيدي فئات من اللبنانيين يستقون بهذا السلاح على أبناء وطنهم، وهم مدعومون بفائض قوة مسلحة وبغياب كامل للدولة اللبنانية التي سمحت، لا بل رعت نشوء دويلة إلى جانبها. وبالتالي بات السلاح يستدرج سلاحاً آخر في وجهه. نعم، إنه مشهد يذكرنا بأحداث 7 مايو/أيار من 2008، حين اجتاح حزب الله وحلفاؤه العاصمة اللبنانية، وها هو اليوم يعيد الكرة مصوباً سلاحه إلى الداخل وسط تخوف من انزلاق الوضع إلى حرب أهلية. المعارك بدأت من أمام قصر العدل في بيروت وتمددت إلى شوارع بدار والطيوني، وسقط عدد من القتلى والجرحى نتيجة إطلاق نار كثيف والسلاح المتفلت وقذائف B7 لمناصري الثنائي الشيعي، وسمعت مكبرات للصوت تطلق شعارات سياسية منددة بالمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، ومؤيدة للأمين العام لحزب الله. وتشير المعلومات إلى إلقاء القبض على بعض القناصين في أحد المباني المهجورة، وشهدت مدارس عدة في محيط منطقة الاشتباكات في بيروت حال رعب في صفوف التلامذة. كل هذا وسط سكوت مدون للدولة اللبنانية. هذا ليس احتجاجاً يستهدف القاضي طارق البيطار، هذا تهديد علني بسطوة السلاح غير الشرعي على نطاق وطن. فكيف لرجالات الدولة أن يسمحوا بجر البلاد إلى حرب أهلية؟ وكيف يسمح رئيس البلاد بالتحدي الذي يفرضه حليفه حزب الله من دون الحد من هذا الاستقواء؟